باغي الخدمة. حنا ما باغيش الدعم، ما باغيش فلوس، باغي الخدمة، باغينا الخدمة بدراعنا. حيت حنا ما لقيناش اللي وصل الميساج وما يوصلش الرسالة، دابا حقنا كنطالبوا راسنا. هادشي اللي كاين، عاش الملك، عاش الملك السلطان، الله يجازيهم بخير. حتى هما كيتساعدوا معانا وكيتضامنوا معانا وواقفين معانا، واحد التشفيق عليهم، الله يرفعوا معانا. قول ناس عوريدة الصحافة اللي توصلوا لي اللي وصلوا الصوت ديالنا للجهات المعنية. السلام عليكم، كيف كتشوفوا اليوم نظمنا ثاني وقفة في الدار البيضاء. هاد اليوم ما كناش غادي نخرجوا، ولكن منين خرج قرار ديال سعادة الرئيس العثماني البارح هو اللي صراحة جهلنا وفجرنا وما قدرناش نصبروا. أول مرة خرج أش قالنا؟ قالك ممنوع البوسان، ممنوع التعانيق، وممنوع العراسات، وسد وهرب. البارح كيخرج أش كيقول؟ كيقول باللي هادوك العريسات الصغيورين، هادوك العريسات اللي في الخفاء هما اللي زادوا وانتشروا من الوباء وزادوا في عدد الوفيات. اللهم إن هذا منكر السي العثماني. إلا كانوا هاد الست طويبلات ولا أربعة طويبلات داروا الوباء وزادوا من انتشار، راه لا إله إلا الله. أنت سعادة الرئيس كتشوف بأن إحنا دابا في ساحة سراغنا، المارشي عامر، الترامواي عامر، الترونسبور عامر، المتاجر الكبرى عامرين، كل شيء عامر. واش غير هاد الناس اللي غادي يجيبوا الوباء؟ واش حنا بوحدنا اللي غادي نجيبوا الوباء؟ سي العثماني الله يخليك، حنا كناشدوك اليوم كشعب. الخرجه الاولى ناشدنا سعاده، ناشدنا الملك ديالنا سيدنا، ولكن اليوم حنا غادي نهضروا معاك نيشان فاس سعاده العثماني. الا عندك شي حقد ولا عندك شي كره ولا عندك شي حسابات مع هذا القطاع، اليوم واجهنا مباشره. خرج وهضر معانا مباشره السي العثماني، بلا ما تقدر داكشي ديال لي ديغيغ لي كوليس، ما بغيناش. سي العثماني انت عارف بان هذا القطاع مخدم ازيد من 7 ديال الملايين ديال المغاربه. هذا القطاع مخدم اراميل، هذا القطاع مخدم مطلقات، هذا القطاع مخدم ناس اللي لا حول ولا قوه لهم. هذا القطاع اليوم راه كنشوفوه تدمر. سربايه مساكن معانا انتحروا، تريتورا معانا مساكن تشدوا بسبب الشيكات، طاعات تسدوا، الناس داروا فايض، ولا اله الا الله. السي العثماني انت السي العثماني الا ما لقيتيش حل، حنا اليوم كشعب مغربي لقينا لك السي العثماني الحل، والحل هو انك اليوم قبل غدا ان شاء الله حنا متفقين معاك غادي نحبسوا وما غاديش نخدموا، وارانا واحد 15 يوم ديال الحجر السعي على الصعيد الوطني، ولكن بشرط كلشي يتسد، كلشي يتسد، ماشي شي سد وشي حال، جميع المصانع، جميع الشركات، اي واحد في اي قطاع يتسد 15 يوم باش نوقفوا بصح على هذا الوباء ونحيدوه ونتجندوا ليه. ولكن السي العثماني انت كتقول حسابات السياسه الحزب ديال العداله والتنميه، هذه راه ماشي عداله، هذه راه حكره بان قطاعات اخرين محلولين وقطاعات اخرين خدامين، وهذا القطاع الصغير مهمش. علاش السي العثماني؟ علاش هاد الحكره؟ علاش هاد الظلم؟ صيفطنا لك شحال من عارضه ورسلناك شحال من مره، ما عمرك تجرأتي وخرجتي انك تدوى معانا ودي معانا غير بسلاسه وتقولنا الشباب، الشباب ايه بصح انا راه معاكم غير صبروا معايا. احنا ما خدينا لا تعويضات، خرجوا التعويضات لمن؟ للناس اللي عندهم تامين. احنا ما عندنا لا تامين لا والو، كدي تجي شكون اللي غايدير لي تامين؟ انا كدي تجي ولا الاخرى كعساوه ولا الاخر كنقاف، شكون اللي عنده غادي يدير التامين؟ السي العثماني هذا القطاع راه كناخذوا منه غير طريف ديال الخبز اللي كيدير لنا السيمانه كامله. راه الشباب ديالنا هو اليوم الناس خدامين كيقراوا في لافاك، والناس الدريات يقراوا في الليسيات، اش كيديروا مساكن؟ كيجيو يخدموا السبت والحد باش يلقاو لافاك كيفاش يصرفوا، باش يلقاو مساكن باش يركبوا نهار لافاك، باش يلقاو الدريات مساكن باش يشتروا الكتوبه ديالهم، باش يلقاو الناس كيفاش باش يصرفوا، باش يصرفوا. حنا لقينا وقيده باش نصرفوا. السي العثماني، السي العثماني وانزل عندنا، حنا كشعب اليوم كنطالبوك تنزل عندنا، تهبط عندنا، جي للطبقة الهشة، جي شوف عباد الله هذا الظلم وهذا الحكرة، بلا ما نهضروا على الزيادات، بلا ما نهضروا على الزيادات. البارح ناخذ الدجاج البارح 23 درهم، 23 درهم أنا غدير لي سيمانة فيها ماكلة وفيها شراب، 23 درهم السي العثماني، ولا حيت أنتم مولفين كلشي فابور السي العثماني، ما كتحسوش بالمواطن الجيعان. راسي نغمة الكرش شبعانة، عمرها ما كتسول في الكرش الجيعانة السي العثماني، حس بينا وهبط عندنا وشوفنا وشوف هاد الناس مساكن اللي خارجين كيتألموا بوليداتهم. اليوم راه خرجنا بولادنا، الخرجة الأولى ما خرجناش بولادنا، ولكن اليوم خرجنا بولادنا باش تشوفونا بصح. حنا راه ماشي كنكذبوا،
راه ولادنا اصافر لا اله الا الله محمد، راه ولينا حنا مابقيناش قادرين نوقفوا قدام ولادنا. راه كنقولها عباد الله، كنا شان وهمه، كنا سفراء ديال المغرب عباد الله، كنا هازين المغرب ديالنا بهاد العرس اللي كتقول انت يا راه هادشي لا علاقه سي العثمان. راه العرس الناس كيجيو من برا على قبل العرس، هادوك الناس راه هما اللي مزدهرين لك حتى في السياسه ديال في السياحه ديالك. علاش هابطه للمغرب؟ راه ملي كيسبعوا عرس راه كيجيو ناس من كندا، من فرنسا، من المانيا، من جميع الدول باش يحضروا المناسبه. انت كتقول المناسبه لا علاقه، عرس لا شيء. السي العثماني شوف فينا، الله يرحم لك الوالدين. هذا نداء اخر، عاود دير القرارات ديالك، والله يرحم لك الوالدين. كطالب كان من مجتمع مدني مغربي اصيل، ما تبقاش عافاك تخرجنا بالقرارات العشوائيه. عارف اش كتخرج من فمك؟ لان اي حاجه كتخرجها انت راه حنا اللي كندوه كناكلوا فيها العصا. الله يسهل عليك السي العثماني وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.